يعني خلص منها قد ما بقدر، بس يعني ما يعني اخر شيء يمكن هرق معي، بعدين اشوف كم وحده. اخر شيء السلايدات صاروا شيء بالثمانينات يعني. لكن مهم، هلا السلايدات ما رح، في منهم رح يكون فيهم كتابي، في منهم بس صور وانا رح اشرح، لان اذا بدي احط كل شيء كتابي كان كمان كانوا اكثر. بس موضوع كتير مهم يعني. اول ما نحيي الجميع يعني، الشباب، تحياتي الرجل المحترم احمد ملحد حبيبنا، تحياتي اهريمان، اهريمان الافعى، اهريمان الافعى المداني. هلا ما نحكي بالافعى، في انا لبست الافعى لان في هلا بتعرفوا ليه. والبث رح يكون شوي طويل يعني 33 درجه، بدي اعطي اختصار، كل واحد بده يفوت بافكار متشعبه. في درجات تفتح لك على الكبالة، في درجات تفتح لك على الغنوصية، في درجات تفتح لك على الأديان القديمة. ما أنا أفوت بكل وحدة، وأكيد بدي أركز على الدرجة 22 اللي هي لودج، بيصير هلا بنحكي عن اللوجات، بيعملوها يعني على شكلة بيت نجارة أو مصنع نجارة بجبل لبنان، ودرجة 25 على شكلة ضيعة درزية، هي اسمها القنوات بالسويدة، كمان ضيعة درزية، يعني في عندهم درجتين مبنيين على الدروز، بنحكي كمان فيهم. مع انه الدرجة 25 كمان حديثا صارت مبنية على الصوفية، في افكار صوفية، كمان في تقارب بين الصوفية والماسونية ما نحكي عنه. هو الماسونية تطلع على الشرق، تطلع على الاديان السرية مثل الدروز والصوفية وغيرها الموجودة عندنا. تحياتي للجميع. ايه، فهيك احداث اليوم واللي صار اليوم يعني، انا برايي ما نحكي فيه بهالحلقه، بس انه يعني خلص الامور يعني توضحت للناس اعتقد يعني. بس انه من كل عين وقحه بفوتوا قلب بده يواجهه يعني. هلا ثلاث ارباعهم ما عم بفوتوا يواجهوني، خايفانين. هي ميسا غلطت وفاتت واكلتها يعني، اكلتها مرتبه. ما اعرف اذا بعرفها بعد مشغل البث يعني. شو بس انا اضطريت انزل لانه عندي حلقه يعني، يعني سبيت فوق النص ساعه ورجعت، انا نزلت كانه هي نزلت، بس ما بعرف نشوف عرف اذا كل الشباب عنده بيكملوا عليها يعني. محمد بعده فاتح. طالع هارون، لما انا فليت اجى هارون النغل. ها يلا خليه هارون توفق. صار له كان قاعد تحت التشات خايفين يطلع، ضلش نص ساعة. ها لما أنا طلعت طلع، ها له بهدلة هارون خاصة فيه. ايه، أنا محمد أحمد ملحد رح أشرح التفاصيل قد ما طولت الأمر، بس ما بدي أزهق الناس يعني، بدي أختصر شوي. في مواضيع ما فينا نفتح عليها ابواب بحلقات تكون منفصله يعني. في مثلا من درجاتهم الاخيره على فكره تعمق في الماجوسيه مثلا، هاي لحالها بدها حلقه، لانه كل افكارنا اصلا القائمه عن الماجوسيه افكار خاطئه يعني المتداوله بعلمنا الاسلامي يعني. هي جاي من سايمون دي ماجنس، اللي هو يعني عنده فلسفه وعنده هرمسيه وعنده هالاشياء. وشو علاقة الماجاي مثلا اللي هن المجوس بالدرودز، الدرودز اللي هن بأيرلندا مثلا وغير. لا، محمد يعني هو عم بحاول يكون يعني على مسافة منا ومنه، لأنه هو عنده أصدقاء يعني، أنا ومستي أصدقائه وباسل ونرمين أصدقائه يعني، بس فهو بموقف لا يعني لا يستهان به يعني. بس انه يعني كذب على عينك يا تاجر، قال هي قال مش شات من الدروز ومش شات، مش شات مثلي امي ومش خيل ابن درزيه، وهي من يومين خيل ابن درزيه يعني. ما يعني بكذبوا، ها فاكرين الناس مصدقينهم يعني. وصار عندنا موسوعه يعني، صار عندنا وثائقي عن اكاذيب واضاليل وما بعرف شو. وهذا فهد بعت لي على الفيس. لا، فهد مش اعدادات الكاميرا. هي لانه انا بصور بالطول، هي في طريقه تصور بالعرض بس بدك تطلب الكاميرا بعد شو، انا مش مظبطها كيف هيك اسهل لي.
كل انا مش راح ابين كتير يعني، راح احط على السلايدات وانقل شوي على الشاشه بس انه هيك بتمشينا يعني. بس انا عم شارج التليفون حاطه بالشارجر هيك بعيد شوي، ما خلص تليفوني وانا عند محمد اليوم من على بكره. كنت عم بحكي قبل ما طلعنا بالبث عند محمد كمان كنت عم بحكي، فتليفوني عم صار على الاخر. طيب هلا حاطه على الشارج يعني. طيب انا برايي يعني صار في ناس عم تحضر، خلينا نبلش. طيب شو صار بالشاشة بس؟ هلا باين. اوكي، فكما ذكرت يعني هو اختصار للدرجات الثلاثة والثلاثون في الطقس الاسكتلندي الماسوني، وبالانجليزي اسمه The Ancient Accepted Scottish Rite. ركزوا على كلمة ancient، يعني عم بيحكوا عن شيء قديم، ancient and accepted يعني قديم ومؤكد عليه انه صحيح حسب هن. سكوتش رايت، طقس اسكتلندي. طيب فاكيد الحلقه بتكون بعيده عن المؤامرات والاكاذيب، يعني في كثير مؤامرات واكاذيب عن الماسونيه، حتى اسم الماسونيه لما انا اطرحه في كثير ناس بيفهموه بطريقه خاطئه، طريقه انه هول الماسونيه اللي بيتامروا على الدول وعلى الحكومات وما بعرف شو، وهي هذه معظمها او بيعبدوا الشيطان او بيعبدوا ما بعرف شو. وهذه معظمها الافكار من وين جايه؟ هذه كانت عند الاضطهاد الكنسي لحراس المعبد وفرق تانية، بدأت هذه الأفكار، وبدأت بعد الثورة الفرنسية صار في أفكار إنه هن الماسونية خلقت الثورة الفرنسية اللي تؤذي الكنيسة. فهذه أفكار نوعا ما مسيحية، المسلمون أخذوا فيها وصاروا يعدوها، مع إنه المسيحيين بيأمنوا إنه في يعني نفسهم المسيحيين اللي عندهم مؤامرات على المسيح على الماسونية، هن بيكونوا إنجيليين، تقرا بكتبه انه محمد نبي الشيطان. نفس الناس، طب ليش انت قلقت على صفحات الماسونيه ما قلقت على صفحات محمد؟ حتى انا شفت ناس دروز بيحكوا عن الماسونيه انه ماسونيه واشرار وما عندهم الله وما بعرف شو، وهن ما عارفين لا علاقه الدروز التاريخيه بالماسونيه. لا هلق بنشوف يعني، ما راح احكي بالموضوع مطولا، بس حتى عن الجهتين في تعاون ورسائل ايام من حراس المعبد كانوا متواجدين يعني، وتعاونوا مع ضحاك ابن جندل. كان هو ضحاك، هو كان امير وادي التيم وقتها، وكان هو على مشكل مع الاساسين، على مشكل مع الاساسين في جبل الشيخ، فهو تعامل مع الصليبيين يعني، هو تعاون مع الصليبيين ضد الاساسين، ففي علاقات تاريخيه درزيه معهم يعني. هلق ندخل. هلق في ناس بيقولوا لك من الماسونيين او من جماعه بيعرفوا شوي عن الموضوع، حتى احمد سعيد زايد حكي في هالموضوع هلا، بس لدير الكاميرا شوي لاشرح. وهي التقية انه هني فرق معماريه معماريه وليست دينيه اساسا، هذا كذبي. هلا بوضح لكم كيف. طيب بس فهالكلام انه هني فرق، انه هني فرق بس معماريه او سياسيه منهم دينيه. اول شيء بالطقس الاول يعني، انت اول ما تفوت الانتر ابرنتس المبتدئ، انت اول ما تفوت بيقولوا لك بيقولوا لك هذه ديانه، بيقولوا لك خذ منها الكريد، خذ منها العقيده. وبتلاقي بعدين كل قصصهم مبنيه على قصص حرام، وهو بالعربي حرام ابي. هذا حرام ابي مش ملك حرام تبع سور، هو ايضا من سور لكن هو اسمه حرام مثله. وهي شخصيه ما بتلاقي لها هالقصص غير في الماسونيه نفسها، مش مذكور بمحل تاني. هلق بندخل هل الشخصيه حقيقيه او لا، ندخل في هذا الموضوع. ف يعني من الواضح انها هي فرقه دينيه، بس هون بس في علامات يعني، في قوسين، هم ليسوا دين تقليدي، هن مثل متا ريليجن، هم دين ياخذ العبر من الاديان الاخرى، هو ياخذ الذلال، ياخذ هذا الخيط المشترك، القواسم المشتركه من الدين المسيحي الى يعني اديان القديمه جدا، وبيحاول يغلفه بصوره عالميه. اساس هاي اذا تكون الفلسفه الماسونيه او الطريقه الماسونيه او الديانه الماسونيه، اساسها شو البيليفز تبعها؟ قائمه على شغلتين بسيطتين، انه انت بتامن في اله منظم للكون، حتى بنشوف بالدرجات المتقدمه في نقد للالحاد عندهم، ويعني يا بتامن باله مصمم الكون، المهندس الاعظم للكون، وهني بيعتبروا هذا المهندس الاعظم كل الاديان حاولت تحكي عنه،
يعني هذا مثل الفكر الغنوصي، بيقول لك الاسبقين كانوا غنوصيين ايضا، يعني عنده نفس هذا الاتجاه. وثاني فكره انه الروح ازليه وما بيعطوا موقف محدد اذا هني مع التقمص او لا، ما هني بكل الاديان الروح ازليه، يعني حتى بالاسلام روحك ما بتموت، بيرجع بيحكي يا ربك. وبالديانه المصريه القديمه ما انت بترجع تعاد الى الحياه، فروحك لا تنتهي يعني. وعند الدروز في تقمص، عند الهندوس في تقمص، فالروح ازليه. فهني عندهم بس هول اثنين. هلق عندهم قراءات دينيه معينه، بس هيدي تغلفها الرموز والالغاز، فكل واحد بيقراها بشكل مختلف. هلق بنشوف حتى البرت بايك، هو الاحد يعني الجراند ماسترز اللي عنده كتب تفسير مهمه بالماسونيه، بيقول لك انه اصلا هاي الرموز معناتها ضاع وصارت بس بتضيع الناس الجدد او الناس اللي ما بهم الموضوع كتير، بيصيروا يتاتشوا على بس السيمبلز بالماسونيه ويعملوا منها فلسفه ونظريات مؤامره. هي يعني بيقول لك هو حتى من هدفه تضيع الناس. اما الزبده والفلسفه والديانه، هلا نحن رح نتخلى، نحن رح ندخل الى حرم الاقداس، رح ندخل الى صلب هذه الديانه وجمالها. هي ديانه جميله، هي في عليها علامات استفهام رح اذكرهم، يعني مش كل شيء كمان نظريات مؤامره، في عليها اشياء لازم نذكرها ونحط حد على علامه استفهام، لكن بمجملها هي ديانه جدا جميله ومرتقيه، يعني فيها رقاء، رقاء روحي، وهلق نحكي عنه. طيب ف خليني بس احط هيدا. طيب فانا وضحت انه هي من الترقية انه نقول بس فقط معماريه وسياسيه، لا هي دينيه وتنص على الكريد والعقيده من الدرجه الاولى يعني. لكن هاي بتصير ترقية من بعض الماسونيين، بيقولوا لك لا نحن ما خصنا بالدين. وبعض في منهم مسيحيين وماسونيين، لما تكون مسيح وماسوني هي تعمل لك مشكله. هلا بنشوف بالدرجات المتقدمه في افكار شوي تخالف المسيحيه، فحتى في درجات الروز كوا المسيحي بيعملها شكل، والهرمسي التابع للهرامسه او التابع للالكيمياء بيعملها شكل، يعني في اختلاف. لكن هني مجالسهم فعلا بتلاقي فيها نصوص مسيحيه واسلاميه وهندوسيه وحتى درزيه. بالدرجه ال 25 بيقروا من رسائل الحكمه من النصوص الدرزيه، يعني عندهم انفتاح على الاديان، لكن هني برايهم يعني الاديان رمزيه، وهن عم بيجربوا يشيلوا الخيط، عم بيجربوا يشيلوا الزبده، خواصم المشتركه ليعملوا ديانه عالميه. وهذا الفرق. الدروز نحن والنصيريه والايزيديه واديان تكلمنا عنها في مجال السابقه، اديان تتقوقع على نفسها. اما الماسونيه لا، هي فكر عالمي، بده يعملوا منظمه عالميه، بس مش بمعنى منظمه، مش بمعنى حكومه متامره على الشعوب، بمعنى دين عالمي يجمع القواسم المشتركة مع الأديان، بل يعيد الدين إلى روحانيته القديمة المفقودة. طيب فعندك أول ثلاث درجات. هلق أول ثلاث درجات هن بالماسونية الكلاسيكية، يعني أنت لازم تعملون، في ناس بيوقفوا عندهم، يعني في ناس بيعتبروا الدرجة الثالثة هي آخر درجة، وبيعتبروا أنه الدرجات الثانية من الإسكتلندية الماسونية هي إذا بدكم انه مثل الكتيفز. كيف هلا يعني، فالاول درجات تسمى البلو لودج او البلو فري ميسونري، اللودج الازرق، وهي الانترد ابرنتس والفيلو كرافت والماستر ميسون. بس اشوف اذا في اسئله احكي، يعني اشوف شوي التعليقات وهيك ونرجع. والماستر مي انا ما عنديش، بس لا بس 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 دقيقه بس لاجيب فرجيكم كم شغله. طيب آسف بس كنت عم جيب كم غرض. طيب هاي مثلا، هالقلادة هاي قلادة ماستر ميسون، هاي مثلا هذا، بس هذا حراس معبد، ما في زنباني على الكاميرا. وهلق الكلمات اللي ورا، الأحرف اللي ورا من كل شو معناتهم بالدرجة الرابعة، بس هاي مثلا قلادة الماستر ميسون. هني هلق نحكي أكثر بقى كيف تنظيم اللودج، وشو معنى كلمة جوهرة باللودج غير معنى الجوهرة بالعلن.
وفي هيدي كمان، هيدي الطابة اسمها، هيدي اللي اسمها الماسونيك بول، هيدي بصيروا فيها تصوير، هيدي بتفتح حلق، هيدي بتفتح على اهرامات، شفتوا الهرم؟ الاهرامات بتنضب كطابة، بس هي الأصلية بتكون فارغة، بحط فيهم ورقة بصوتوا، أو قد بصوتوا ب شو اسمه، أو قد بصوتوا بال مثل حجارة سود، بسموهم بافومت، بس مش ما تنفهمش بافومت الشيطان، لا بافومت بيقصدوا فيها الحجارة السود. وتقليد، على فكرة تقليد تجميع الحجارة السود موجود بجنوب سوريا عند البدو وعند الدروز بسوريا، بجمعوا الحجار الاسود، لان هن حد حجار بركانيه، فبتلاقي دائما بتروح على بيت واحد بتلاقي عامل ديسبلاي حجر، بتفتش بجيبه بتلاقي حجره سوداء بيلعب فيها، يعني كانوا يعني هذا تجميع الحجار يمكن جاي من هنيك ما بعرف، بس بكتابه Entering the Chain of Union لتيموثي هوغن، بيحكي عن هالموضوع كمان. طيب شكرا حبيبي عاشور، نورت، وشكرا احمد ملحد ولكل اللي فاتوا معنا. طيب هلق ما نحكي، لا سيطر على العالم وهيك بالعكس، يعني هلق بتشوف الدرجة الثانية بالماسونية حتى ضد الحكومات، يعني حتى هلق بنفوت بالموضوع. طيب فأنا تكلمت انه هذا رح تكون بعيدة عن نظريات المؤامرة، بس رح نحكي ب يعني رح نحكي على علامات استفهام محدده، وهلا بنحكي يعني بهالموضوع. طيب فحكينا عن اللوج، هذا اللوج الاساسي، باول درجه يور انتر تدخل تجرب لمده سنه، يعني مثل عند الدروز بجربوا الشخص لمده سنه، بعد هذه السنه يو باست، يعني بتنجح او بتسقط، وبعد منها يو ار ريزد، يعني بالدرجة الثالثة you are raised، فكمان ما ندخل بهالموضوع. طيب وعندك الدرجات الأربعة ل 14، هي تسمى مجلس الكمال أو lodge of perfection، وهلا كمان ندخل فيها. ودرجات هاي هون ببلش، هون نظريات المؤامرة على 15 16 بمسألة القدس بهالموضوع، بس هون في لغط كمان وفي اشكاليه. ودرجات 17 18 عليهم الاشكاليه الاكبر، الروس كوا، لانه هو بيتهموا في طقوس شيطانيه واشياء اخرى، فما نحكي عنهم كمان. هن يعني من 15 ل 18 في كثير نظريات مؤامره واشكاليات، بس احنا بنحكي حقيقه كل درجه شو بتعطي. وعندك 19 32، هي 33 درجه فخريه، يعني بس 19 32 ما نحكي يعني عنهم كلهم، بس اهم شيء عندك برنس اوف ليبرنس، نايت اوف ذا رويال اكس، هي المبنيه على جبل لبنان وعلى الدروز، هلا بنحكي عنها. وعندك ماستر اوف اتشيفمنت، او تسمى نايت اوف ذا بريزن سيربنت، او تسمى صوفي ماستر، هي نفس الوحده، هي مبنيه على الدروز وعلى الصوفيه. وعلى فكره الاسماء هذه من النورث، انا استعملت اسماء النورث ديستكشن بامريكا الشمال الامريكي، لكن ساوث كان جنوب عنده اسماء مختلفه، بفرنسا هاوت كمان اسماء مختلفه، وبالمانيا اسماء مختلفه، بس بيكون في اختلافات بسيطه يعني، بس مش كل الاسماء يعني معتمده حرفيا بين لوجو، حسب الدوله وحسب الجورستكشن، يعني حسب القضاء او هيك. كما ذكرت درجه 33 هي درجه فخريه، ما راح نحكي عنها كثير، يعني هي بتنعطى لشخص يعني قليل من الاشخاص بياخذوها، يعني يكون عنده تميز عالي وبيفوتوا بكل الدرجات، لكن يعني من الدرجات 33. طيب هل كنتوا عارفين ليش 33 مثلا؟ لانه هن التفسير تيموثي هوغن، لانه 33 فقط بنخاع، يعني بالعمود الفقري تبع الانسان، وهو بجرب يقول انه 24 منفصلين ومرتبطين، بجرب يقول تأويل ديني ما راح ندخل بتفاصيله، بس هاي الفكره الاساسيه، يعني هن حتى درجات عملون على اساس فقر الانسان واساس الانسان. خلينا نشوف اذا في اسئله ونرجع. عم بقول في تقطيع بالصوت ما بعرف ليه.
طيب ف هني اكيد ما بيقولوا لك بالدرجات نفسهم انه هني مبنيين على العمود الفقري، بس تيموثي هوجن هو من الدرجه 33 احراس المعبد، عنده كتاب، عنده كتابين كثير مهمين انا قاريهم، عنده واحد كيز اوف سولومون وذا هيدن كيز اوف سولومون، وعنده واحد انترينج ذا تشين اوف يونيون. بانترينج ذا تشين اوف يونيون بجلب بيفسر لك الدرجات ال 33، يربطهم مع الاديان الثانيه، بيربطهم مع الدروز والنصيريه والصوفيه وغيرها. لكن هو مشكلته ما عنده اطلاع على ايزيديه كثير، يعني في اشياء ما حاططها، ما بيعرف الايزيديه كان، بس بالامور الثانيه ماشي حاله شوي. وهو اكيد زاير المعابد الدرزيه وهذه الموجوده بلبنان. طيب طيب ففي كل درجة من الدرجات اللي ذكرناهم، يعني ذكرنا تقسيمهم، ذكرنا انه الدرجات الثلاثة أساسية هن البلو لودج. بكل درجة يعني عندهم مثل كهف ميثرا، يعني ينظم اللودج على لجد معينة، على قصة معينة، على أسطورة معينة. يعني بتلاقي ثياب موحدة، أوقات بيكون في اختلاف، مثلا بالدرجة الأولى يعني اللي انت بتفوت لعنده كابرنتس، الماستر بيكون لابس مثلا قبعه، هذيك مش لابسين قبعه، يعني بيكون في اختلافات. وبالدرجه الثالثه انت بتلعب دور حيران، يعني عند اغتياله، فبتلبس ثياب معينه، ففي زي موحد بيكون، وفي اختلافات بسيطه، وبيكون مسرح عنده الوان وادوات مختلفه، وفي طقوس ما فيها ادوات، في مراسم دفن مثلا ما بيكون فيها ادوات، وفي طقوس بيكون فيها ادوات. واكيد بيكون في موسيقى معينه بيكونوا محطوطه بالكتاب انه لازم تلعبوا هالموسيقى، وبيكون في حوار سؤال وجواب معين بكل طقس. نحن ما راح ندخل بكل واحد بهالتفاصيل الممله، انا بس راح جرب اعطيكم ما رايته انا مثير للاهتمام، وما رايته انا الدرس الاخلاقي الاهم. يعني معقول حدا يفوت بهالدرجه يلاقي منها درس ثاني، يعني كل واحد بيحكي حسب تجربته، حسب شو بيشوف بعيونه غرابي يعني. فانا بدي انقل لكم الغرابي، او انقل لكم شيء اللي انا حبيته، او الشيء اللي انا شفته وفكرت فيه. بس يعني بس الدرجات في منهم يعني بدالك سنوات فيهم، وفي منهم تعملهم بنهار واحد كلهم سوا، فبتختلف يعني. بس نحن ما نحكي عنهم يعني بطريقه نعطيهم حقهم، ونحط شو بيميزهم عن بعض، وشو فيهم افكار وحكم. ونحن بالاخر هون مجلس حكمه، هذه السابع حلقه، فعم نجرب ناخذ الحكم من الاديان المختلفه، من الأديان المضطهدة، من الأديان الباطنية وغيرها، ونقارن ونحطها بأسلوب النقد الديني ومقارنة الأديان، لأنه مش مهم تعمل نقد ديني وما تقارن الأديان. وهي الطقوس تقام في حرفية، لكن هي الفكرة وراها هو السيمبل، هو الرمز، مش الحرفية نفسها للطقس، مع أنه في بيشددوا على الحرفية، يعني كم شمعة يكون فيه، كم ضوء يكون فيه، شو البرديل تستعملها، في عندهم تدقيق هن كبير بهالموضوع، شو الوقفة توقفها، شو الحركة تعملها، أي ركبة بتحطها قدام الثاني، السلام مثلا، أي إصبع تكبس على ثاني إصبع، هاي كله. وهالسلام بنلاقيه موجود عند الدروز كمان على فكرة، بنحكي بهالموضوع لما نوصل على الدرجات المتقدمة. فهي يعني هاي كل درجة مثل مسرح بحضروه، وهذا شبيه بمسرح ميثرا، يعني لحقت ميثرا كانوا يجتمعوا بكهوف ويزينوا الكهف حسب الدرجة تبعهم، وكان عندهم درجات مختلفة كمان، حتى يقال أن ميثرا هو مهندس الكون، في يعني الكالت، في إذا بدكم الفرقة الصغيرة الذي كانت تعبده. فيعني فهني عندهم نفس هذا الفكر، ندخل فيه يعني إن شاء الله بدرجات القادمة. طيب خلينا نشوف إذا في حدا عنده شيء كومنتات، وندخل بالدرجة الأولى وبلا ما نضحك أكثر. أشور، أنا شرحت هذا الأمر، هي أنا أعتبرها دين. هي هلأ بتشوف بالأنترد أبرنتس حتى في الدرجة الأولى بيقولوا أنت تستلم العقيدة بالنص والجواب تبعهم، بالنص المحضر في طقس دخولك بيقولوا لك أنت تستلم العقيدة، فهي دين. السياسي لا، عندهم هنا أوقات مواقف سياسية لقراءات معينة دينية، لكن لا، ما هني فيهم، في منهم بسياسات مختلفة،
حتى بتشوف تفسير ألبرت بايك مثلا للدرجة الثانية ماركسية على الحل، يعني بتحسه كارل ماركس عم بيحكي، وفي ماسوني تاني بيحملوا الدرجة التانية معقول يفسرها على طريقة رأسمالية، يعني ما في سياسة محددة. هو ما بيدخل كتير بالسياسة وبتفاصيل الأديان، هو بيدخل بالقواسم المشتركة للأديان، بس هو عبارة عن عقيدة. نعم شو خص أحمد سامي بالموضوع؟ طيب طيب بس خليني أخذ أنا شربة مي وكملكم دقيقة بس. طيب انا عم بعلق عند الستريم مش عم شوف التعليقات. هي عبارة عن دين، بس دين متقدم نوعا ما، مش مثل الأديان التقليدية. يعني دين عنده فلسفة تقبل وروحانية فائقة. طيب هلق هذا الانتد ابرنتس بدي اشرحه، خليني اشرحه يعني بدون سلايد، هذا لازم له شرح الان. يعني هي هدف فيه كثير يساء فهمه، يعني وفي اغلاط وقعت بتاريخ الماسوني من اذلال الشخص يعني، وحتى بنشوف درجات سابقه تنتقد انه صار في اذلال للناس اللي عم يفوتوا على الـ على الـ يعني الطقس هيدا، على الدرجه هيدي الاولى. هو صحيح، هو انت اول شيء بتفوت بتحكي مع ناس مخصصين، هن الحراس، حراس المحل الواردنز، وبعدين واوقات بيعملوا هذا برات اللودج، يعني بيعملوه مثل بشقه معينه او شيء هيك. فهن صحيح هن بيلاتموك يعني وبيزلطوك شوي، مش انه بتصير بالزلط يعني، بس انه مثل ببين صدرك، بيعلوا لك بنطلونك كانك لابس شورت يعني، بتصير وهيك شيء، وبفوتوك لجوا. وفعلا جوا يعني يحط سيف في صدرك وتهدد بالقتل، بس بشكل رمزي، اما هي مش حيقتلوك يعني، بشكل رمزي لتعطي السر. هي اهم درس بالدرجة الاولى، هي الحفظ السر يعني والامان. وبعدين بالدرجات اللاحقه بخبروك ليش على الدين ان يكون سري، وليش لنا نعمل انيشيشن، هذا اسمه طقس انيشيشن، طقس دخول. وعند الدروس طقس دخول، وعند المسيريه كما تحدثنا في مجالسنا السابقه. ف انت عليك اول شيء ان ترفض ان تعطي السر، اول مره بترفض، ثاني مره بيرجع بيهددوك بتقبل، لان واقعيا حياتك وروحك الازليه اغلى من الطقس والدين. هل عبرة منا القصة؟ فها هو الطقس الانترد ابرنتس. ولما تفوت بيصير في تصويت عليك وقتها، كمان بيصوتوا عليك وقتها اذا بدهم في ما يقبلوك، يعني حسب اسمك وتاريخك كمان، مثل الدروز. دروز بيجربوك سنة، بس كمان دروز اذا بتروح لهم، الدروز مش كل واحد في يعمل درزة يعني، بتروح لعندهم بيصيروا يجربوا يعرفوا شو سمعتك شو اخبارك، وعلى اساسها بيقرروا اذا بخلوك تفوت على دينك او لا. يعني بس بينتقوا الأشخاص الصالحين من المجتمع، الدين مش للجميع، الدين لقلة بنظرهم. فبصير عليك تصويت، وبعدين بيجربوك سنة، وبعد هالسنة ننتقل يعني للطقس الثاني. طيب خلينا بس نرجع للسلايدز. طيب فمثل ما عم تشوفوا في سيف، وفي يعني بيلتموك، وهذا كلام حقيقي مش مؤامرة، بس بشكل رمزي يعني. واهم شيء بتتعلمه بالطقس الاول
يعني هو الحفاظ على السرية هو الدرس الأهم، بتتعلم الوصايا العشرة اللي بيعطوك إياها، وهي وصايا حقيقية مش تقية، يعني هالوصايا بعدين بنلاقيها مكررة في طقوس تانية، لكن بالدرجات التانية في وصايا خاصة بالفروسية أكثر، يعني بيتغيروا شوي، بس ما في شيء يعني ينقض الوصايا العشرة المعطاة. وبتتعلم بهذا الطقس بعض الأسس المعمارية والدينية، وبتبلش تجرب تفهم الرموز والأدوات اللي بتلاقيها بالمعبد. فكما ذكرت، الدرس الأهم والأول هو السرية، يعني كل عصر له دينه الذي يتلائم مع العامة. أسرار الدين ليست لكل الناس، يعني بس للمتخصصين في الغوص فيها. ونحن عندنا دروس كمان بيقول شغلة سيدنا حمزة، بقسم الأديان إلى ثلاثة. عندك الأديان الظاهرية اللي هي تاخذ في سطحيات الأمور، الليترال مايندد، يعني عندك مثلا الطائفة السنية المسلمة والطائفة الإنجيلية المسيحية، هودي برات المعبد، هو الليترال مايندد، الأديان الظاهرية أو الناموسية. وعندك الأديان داخل المعبد، وهي التي تبحث في الأسرار لكن لا تصل إلى نتيجة، برأي الماسونيين. مثلا الطائفة الشيعية المسلمة، الطائفة الكاثوليكية المسيحية، تحت هذا الإطار. أما من يدخل الحرم الأقداس والهولي أوف هوليز، وهذا حرم الأقداس جاي من خلوة موسى، هو معبد سليمان اللي عنده هالثلاث غرف، بس هو جايين أساسا من خيمة موسى، وهي الغرفة اللي ما بيدخلها الخاخام غير مرة يعني بالأسبوع أو بالشهر، تعتبر غرفة مقدسة، بكون فيها يعني تابوت الارك اوف كوفننت، تابوت الميثاق حسب الاسلام، اسم الاسلام لا له. فالاديان التي تدخل حرم الاقداس هي اديان، الاديان التوحيديه بنظرهم، مثل الماسونيه والدرزيه والنصيريه وغيرها. فهذا تقسيم الثلاثه. هنا الاسلام بيمشي بتقسيم ظاهري وباطني، بس اما عم نشوف بالفرق هيدي مثل الفرق الغنوصية أو الماسونية، ما عندها يعني عندها مبدأ الأكتيف والباسيف برنسبل بالكابالا، عندها مبدأ الظاهر والباطن، نعم. لكن بتقسيم الأديان، عندها تقسيم الأديان لثلاثة وليس لاثنين. طيب، وعندك الوصايا العشرة، وهم وصايا جميلة بالماسونية، هي تتعلمهم بالدرجة الأولى. عندك أنه الإله هو المهندس الأعظم، وهو أبدي وعظيم القوة وشديد الحكمة. عندك أنه روحك هي أزلية. عندك انه عليك ان تحارب الرذائل دائما وتسلم للقدر. عندك انه عليك ان تكرم الوالدين وتحترم الكبار في السن وتصون الاولاد، يعني كانهم اولادك، كل اولاد العالم يعني. عندك انه عليك ان تعز زوجتك واطفالك، يعني ما تحرمهم اقتصاديا لزوجتك واطفالك، وان تجل بلادك وقوانينها، لكن تجل بلادك وقوانينها كلما هي توافقت مع ضميرك، هذه مهمة يعني. عليك أن تبتعد من الصدقات الزائفة ومن الإفراط في أي شيء. عليك أن تنتبه أنه شغفك أو هوايتك تصير هي شيطانك وهي تتحكم فيك، أنت عليك أن تتحكم بالهواية وبالشغف وتكون يعني سيد نفسك. عليك أن تجعل من صديقك نفسك الثانية، يعني تعمل من صديقك روحك، صديقك بيصير كأنه روحك، ولا تسمح لأي مصائب أن تفرقكم عن بعض، حتى لو ضحيت بروحك من أجل روحه. عندهم مبدأ الصديق الرفيق يعني، أو الصديق مبدأ يعني قيم جدا، وهذا متشابه مع الدروز اللي عندهم حفظ الإخوان. وعليك أن تسمع أكثر ما تتكلم، يعني أنت قاعد مع ناس عم بيحكوا، أنت بتسكت حالك وبتسمع لتستفيد، مش مهم أنت تطلع بس بتقعد تحكي، اهم شيء انت لو بتفهم اكثر منهم، لو عندك معلومات بالموضوع اكثر منهم، تجرب دائما تحكي انت اقله، ويكون حكيك يعني succinct، يعني يكون to the point. وعليك ان تغفر للاخرين لكن لا تنسى اخطائهم، لانه عند الماسونيه كل خطا مسجل في الكتاب الكوني. هلا ندخل في الموضوع اكثر. وعليك ان تدرس للرجال الحكماء وتعرف نفسك عبرهم، يعني تعرف نفسك عبر تجارب الاخرين ايضا، ليس فقط عبر تجاربك أنت فقط. وأكيد تبتعد عن الخمول، و يعني أنه هلك بنشوف أن الماسونية بأساسها عمل مبني على فكرة البناؤون،
بنعون الاحرار البناء. ف انت خلقك ربك لتشتغل مش لتقعد بالبيت. فهلق في حد عندهم حتى درجتين بيحكوا عن العمل من درجات المتقدمه، فبنحكي فيهم بعدين. طيب خلينا نشوف اذا بعد في اسئله على الوصايا العشره والاشياء اللي ذكرتها. بس دقيقه، لا ما في. طيب وعندهم كما ذكرت الاله هو المهندس الاعظم، ولهيك هني بحبوا الهندسه والعمار، لانه بيعتبروا ان الله هو هندس العالم بشكل مذهل. فهم لا، هم مش انه ما عندهم الله مثل ما بيقولوا عنهم بعض الناس تبع نظريات المؤامره الهبل، لا هن عندهم الله وهن بوحدوا الله، وعندهم الله هو المهندس الاعظم والعظيم. وعندهم كما قلت شخصيه دينيه لا يعرف عنها الكثير، انت بالدرجه الاولى بتبلش تسمع اسمها بالدرجه الاولى مره، وهي بالانجليزي هيرام ابيث، بس بالعربي تترجم حرام ابي. وحتى بتأويل ألبرت بايك بيقول لك الاسم المظبوط هو خرام، وهو بيرد للسومرية بيقول إنه أصل اسمه هو الشمس أو الكائن المضيء خرام. وهذا كان مهندس حسب الماسونية، هو من هندس يعني، وكان في مشروع بناء معبد سليمان. معبد سليمان العمروه من خشب أرز لبنان، وعند الماسونية هو من أهم الإنجازات يعني. طيب بعض الأدوات بالمعبد ورمزيتها، أنت بالدرجة الأولى بتصير بدك تفسر الأدوات بالمعبد وتجرب تربطها بمعانيها وكل هذا. بس مين بعت لي على الفيسبوك؟ ما بعرف مين، نسيت من هالأكونت. عرفت مين. اوكي ايه اوكي. كل آلي مش بطريقه ليترال، مش بطريقه يعني، كل آلي هي رمز. انت بتبلش بهالدرجه جرب تفكر رموز وتفهمه. عندك مثلا الكومباس اللي بيرسموا فيه الدويرات، شو تأويله؟ بيقول لك طب انت بتكون بالبحر، بيكون قدامك في عاصفه وعواصف وغطايطه وما كاشه قدامك، بس انت بتعمل حسابات الدقيقه على الدوائر وعلى المقياس وتثق في هذه الحسابات مع انك لا ترى ما هو امامك وانت على وشك الغرق. فمعناتها هذه انه يعني اثق في الارقام واثق في الحسابات حتى تخلص نفسك. فعنده معنى روحي. والدائرة بالماسونية هي شو؟ هي عالم الأرواح، هي الدين، هي ما يختص الدين. أما المربع هو عالمنا هذا، لأنه يقال أن العالم له يعني الأرض كان يقولوا قديما لها 4 زوايا، فالمربع هو دليل الأرض والمادة، أما الدائرة هي دليل الجنة أو دليل العالم الروحاني أو دليل الروحانيات. فهذا مهم. فكمان هون دلالة تانية، دلالة أخرى عند الماسونية، الله هو في وسط الكون، فهو النقطة في وسط الدائرة، هو مركز كل شيء. حتى عند الدروز سيدنا حمزة يقال له كمان النقطة وسط الدائرة. حتى بالديانة المصرية القديمة حورس كيف يرسم والشمس كيف يرسمون، نقطة في دائرة. كمان هذا كله بيربط بتأويل بدرجات لاحقة، لكن أنت بهالمرحلة بتبلش تفهم الرموز شوي شوي. عندك كمان الرولر المسطرة، هلا عند معظمهم بتكون مسطرة 24 انش. طب ليه 24 انش؟ لانه عندنا ساعات اليوم مثلا 24، يعني حسب هذا المقياس حتى تقسم السنة ويقسم الوقت، فهي دليل على الدقة في الوقت حسب بعضهم. اما عند ألبرت بايك المسطرة قديش بتكون؟ 20 انش. لا مش 24، لا 20، لانه هو برايه الارقام عندنا نستعملها مبنيه على يعني ال 10 بيس سيستم، على 10، فاهم رقم هو العشرة، هو اللغز وهو سر رقم الكبالة مثلا. حتى بالكبالة رقم 10 يقال عنه the most perfect number، الرقم الاكثر مثالي بالكبالة العشرة. لا، لأنه في الواحد الذي يرمز إلى الله، والصفر هو نقيضه الذي يرمز بالكبالة إلى العبثية.
فهو يجمع الرقمين مع بعض. هاي بفكر الكابالا، هاي فكر ألبرت بايك. وعندك كمان المطرقة مثلا، البعض ألبرت بايك بيفسرها انه هذه الشعوب البناؤون والجهد والعمل، هاي ترمز له. اشخاص ثانيين بيرجموا لها انه هي العدل او القوة، القوة البشرية يعني الصافية. حتى ألبرت بايك بيقول عنها يعني قوة الشعب، يعني الشعب عنده قوة هائلة بس ما بيعرف يسيسها، ما بيعرف يروتشها ليستعملها لصالحه. أما الحكومة عندها قوة أخف من الشعب، بس بذكائها ودقائها بتعرف تنسق بهذا. فبتشوف إنه حتى كلام ألبرت بايك هو ضد الحكومات العالمية على فكرة، ضد الحكومات الكبيرة على فكرة يعني. وعنده كمان الراف أشلر والبيرفكت أشلر. هودي بتلاقيهم كمان بالدرجة الأولى، حجرة يعني مثل ما هي مش مزبطة، وحجرة مزبطة معمولة كيوب أو مثل ما أنتم شايفين. وبيقولوا لك رقم البرفكشن أو رقم الخطوط بالبرفكت أشلر هو 12، هي فيها 12 خط الكيوب. إذا بتعدوا الخطوط 12 خط، يعني في شيء مبينة عندنا بالصورة بس هنا إذا بتعدهم كلهم مع بعض 12 بيطلعوا. فهو هذا عبارة عن شو؟ هذا رمز انه انت بتفوت على هذا الطقس بتكون مثل حجرة هشة، بعدين انت بتظبط زواياك وبتظبط حالك بتصير كيوب. احد التأويل مثلا، وفي لها هذه كمان تأويل مختلفة. فانت بهالدرجة بتصير انت لحالك تكتشف الرموز، وكل رمز له 200 300 تفسير. وحتى ألبرت بايك بيقول لك هذه الأدوات والرموز هدفها هي انه تضيعك من الاساس، بس انت بتجرب تفهمها وبتشوف ما هو المعنى الحقيقي لها الذي ممكن ان تربطه انت في الاديان القديمه، فهذا يكون الربط الاحق. لكن اكيد تختلف، كل رمز له 20 30 تفسير. فخلينا نشوف اذا في اسئله، وبدي ارجع اشرح الرموز بعد اكثر شوي. طيب انا مش مبين عندي حدا عم بيسال، الشباب عم بيحضروا بس عم يسمعوني. هو سمع الشباب الوصيه العاشره انه اسمعوا اكثر ما تتكلموا، فكلهم عم بيسمعوا. طيب انا اشرب شوي. ايه بس هاي الرموز معظم الناس بتضيع فيها، يعني معظم الحديث عن الماسونيه هي عن هاي الرموز، شو معنات العين، شو معنات هاي. بس هي حتى هن الماسونيين بكتب التفسير يقولوا لك هذه معناتها تضيع الحمير، تضيع الهبلان. هي إلها معاني بسيطة بس الناس صارت تعقدها وضاعت معانيها، مثل ما بتضيع معاني كل رموز. حتى بيقولوا لك كل رموز القديمة، حتى أيام المصريين القدماء والأديان القديمة، من مثلا البراشنز اللي هول بروسيا، الأوروبيين القدماء وأديانهم، كل رموزهم ضاعت. يعني ضاع معناها، ضاع معناها. طيب خلينا ندخل هلك بالرموز، بعد برموز اكثر ونحللها. عندك مثلا عندك التو كولومز مثلا. طيب هلا خليني بقول يعني انا تفسير لقيته، يعني في كذا تفسير بس التفسير الاكثر شيء لقيته اللي قنعني انا هو تفسير ألبرت بايك، انه هول العمودين، وحده فور فيث، وحده الايمان، ووحده الريزن، وحده العقل العقلانيه. وهني برايهم اذا بتقربهم على بعض كثير هني خطين متوازيين، يعني هني عم بيقولوا لك ديننا بده ايمان وبده عقلانيه بنفس الوقت. هلق الملحد معقول يقول هذا كلام هبل، بس هني هيك بيقولوا. اذا بتبعدهم عن بعض كثير بيقشط الثقل، مش هيك؟ هن هودي عواميد. وإذا بتقربهم على بعض كتير كمان بيقشط السقف عن الأجناب. فهو بتخليهم أنت بشكل متوازي مع بعض. هاي فلسفتهم، هاي تأويل ألبرت بايك. التريسينج بورد هذا مثل الشطرنج اللي بتشوفوه، هالأبيض والأسود، كمان له تفاسير وتأويلات كتيرة. يعني تيموثي هوجن بيقول لك هذا مثل بلو برينت للهرم، يعني اذا بتجمع المربعات على بعضها بيعملوا لك هرم مثلا. اما اشخاص ثاني بيقولوا لك، حكينا كمان بهالموضوع عند اخونا ابو يوسف بشك ويقين،
بيقول لك الابيض هو دليل الروح. بالابيض عندما كل الالوان ترتقي تعطيك ابيض. وهلق بنشوف في تاويل عند الماسونيه ان الروح هي النور والضوء. عندما الضوء بيكون ابيض انت بتفرقه لالوان، والالوان فيك تجمعها بتعملها ابيض. اما الاسود هو غياب الضوء. فهي دليل عن الروح. في شخص تاني بيعطيك ديسكريبشن او وصف اسهل، بيقول لك هذه فقط هالارض معناتها المسرح، فينا نحن نستبدله ب يعني فينا نحن نستبدله بحوادث تاريخيه قديمه، يعني مثل بورد فارغ نحن بنزينه وبنعبيه وبنمثل فيه طقوس قديمه. مثل ما عندك اللون الترانسبيرنت اوقات بحطوه كانوا تشيك بورد، مش هيك؟ لما عندك انت جرافيك بي ان جي بيكون فيها شيء شفاف ترانسبيرنت، بتلاقي عملت مثل تشيكر بورد، يعني معناتها الشيء اللي ورا ببين. ففي كمان اشخاص بيفسروا تشيكر بورد بنفس هذه الطريقه. ففي كذا تفسير يعني. وفي عندك الشمعدان اليهودي اللي هو سبعه، حسب تاويلاته هو بيمثل السبع كواكب او السبع سماوات، بس هن بيكونوا يعني هن كواكب وشمس وقمر. يعني الشمعة النصرانية هي شو؟ هي الشمس، والشمس بالألكيمياء هي الذهب، والذهب في الفلسفة هو الحكمة مثلا. أما القمر بنشوفه القمر هو الفضة مثلا. وهو كلهم الكواكب المختلفة السبعة الأساسيات، هذا ما يمثل لهم الشمعدان اللي فيه سبع، يعني في سبع شمعات. عندك العين مثلا، البعض يفسرها ويؤولها انها عين حورس. وشو المعنى الفلسفي من عين حورس؟ المعنى الفلسفي من عين حورس ان هي العين، يعني هي الاتنشن، الانتباه. الانتباه اهم من الذكاء. يعني انت فيك تكون كتير ذكي بس مش عم تنتبه شو عم يصير قدامك، وفيك تكون اقل ذكاء بس عم تنتبه على كل تفصيله، ففيك تاخذ قرارات عاجله. فالدقه في الانتباه على الامور اوقات اهم من الذكاء نفسه في تحليل هذه الامور. وفي قصة تانية قادمة في درجة لاحقة رح نفسرها، ومعنات العين هو التنصت أو هي حماية من التنصت. هلق نحكي بالقصة القادمة بالدرجات اللاحقة. في كمان بيقول لك العين هي اليقظة الروحية، الثيرد اي. مثلا السومريين بتماثيلهم كانوا بيرسموا لك التمثال بفنجر عيونه، مثل ما اوشو بفنجر عيونه، إن هو عنده يقظة روحانية حتى ما بيغمض عيونه. فإلها كثير دلالات ومعالم. كما ذكرت المربع هو عالم الدنيا، الأرض يعني، لأن الأرض لها أربع زوايا. وكمان المربع يرمز شو؟ إلى الأربع عوالم في الكابالة. يعني عندك عالم، يعني هن كل العوالم موجود فيهم الله أو برأس الله نوعا ما. عندك عالم ما بيكون فيه ملائكة ولا أفكار، عالم خالي تقريبا. عندك عالم بيكون فيه ملائكة، عالم ثالث بيكون فيه ملائكة وفورمز بس ما لهم أي تنفيذ، يعني مخططات. وعندك العالم الرابع هو عالمنا اللي فيه الفورمز والأشكال والطبائع، يعني لا مش الطبائع، فيه الفورمز والأشكال يعني. أما المخططات والطبائع بتلاقيها بالعالم الثالث، وبالعالم الثاني بتلاقي بس الملائكة، بالعالم الأول ما بتلاقي شيء. هذا الكبالة. ففي الكبالة عنده أربع عوالم مهمين. فالمربع أوقات أو رقم أربعة يرمز لهذه العوالم الأربعة. وأوقات الأربعة بيرمز لأسامي الله. يعني هو أسامي الله في كتير أسامي آلهة بالأربعة. يعني عندك أمون، عندك أودن، يعني عندك كتير ناس، عندك آيسس وغيرهم. طيب أما عندك المربع الترينجل هو دليل على اسم مين؟ اسم إله اليهود، يهوه. لأنه يهوه أوقات يكتب على شكل تراينجل، ويهوه هو مكون من ثلاث أجزاء، يا هاوه الثلاثة. غير إنه عندك كمان بيرمز إلى شو؟ المسيحية. عندك الأب والابن وروح القدس، يعني يرمز إلى ثالوث الدين الذي نراه حتى قديمة أخرى. نرى الثالوث عند الهندوسية وعند البوذية وغيرها، سنحكي بهذا الموضوع لاحقا. وكما ذكرت الدائرة
هي الوقت الابدي، وهي حتى دليل عن العالم الروحي او دليل عن الروحانيات، بحث الروحانيات الدائره. واوقات الماسونيه بيرسموا لك شيء راسه دائره بس حبه مربع، يعني مثل سكوير سيركل بسيط بين العالم الروحي والعالم المادي طبعا. طيب صح، رح نحكي موضوع ياهو ورمزيته. لما عندهم هني اصلا ديجري، درجه اسمها درجه فرسان الشمس. درجه فرسان الشمس متعمق اكثر بهالموضوع اذا عندي وقت. انا بعدنا بالدرجه الاولى وصلنا ساعه يعني عندنا 33 درجه. طيب بس هي درجات، هن الدرجات الثلاثه اساسيات، فلازم نطول فيهم هذيك الدرجات، فينا شوي يعني نمشي فيهم اسرع. طيب بس انا حابب اعملها على قاعده واحده، ما حابب. طيب وهون عندنا عين الزمان، حكينا بالعين تماما المصادفه او يمكن مش مصادفه، الدروس عندهم بالسويداء مقام اسمه، هذا اسمه مقام عين الزمان. واذا بتشوفوا حتى حاطين شتله الاكاسيا اللي هي الماسونيه، وموجود كمان وموجود نجمه الخمسه حدود اللي هي في اساسها نجمه جزئيه تسمى نجم الماسونيه الماسونيك امبوست ستار. وبنشوف حتى التو كولومز موجودين، وهاو تو كولومز المكتوب عليهم هن مين؟ هن العواميد اينوك او يسمى بالاسلام ادريس، هو كتب عليهم العلوم والفلسفه. وحسب الماسونيه على واحد كتب هندسه معبده الارضي، معبد ادريس الارضي، وعلى الثاني كتب العلوم والفلسفه قبل فيضان نوح. فكمان العمودان يرمزون، انا نسيت اذكرها بهذا هون، كمان العمودان يرمزون الى ادريس او اينو. وهذا هذا الارض، كوكب الارض والشمس والقمر فوق العمود، حابب يعرف على شو بيرمز؟ خلينا نشوف الشات اذا ذكيه ولا يعني بعد ما في جواب يعني مؤكد، بس انه شو تخمينكم؟ وهيدي النجم الماسونية كما ذكرت الماسونية بصار بتشوفوا انه نجمة الدروز، هي نجمة الدروز بتشوفوا هالنجوم، حتى نجمة الدروز الشبيه لها موجود في مجالس ماسونية مثل جراند شابتر اوف نيويورك، وحتى في فرقة اسمها الاوردر اوف ذا ايسترن ستار تستعمل نجمة الدروز. فبنحكي بهالموضوع لما نوصل لدرجة 22. برأيي ننتقل للدرجة الثانية يعني، بس هالدرجة الأولى أهم شيء فيها هو السر، الحفاظ على السر، وهي بداية فهم الرموز ومحاولة يعني تعمق في معانيهم الحقيقية غير الظاهرة غير التي تظهر للعامة يعني. طيب شو رأيكم؟ أنا سألت سؤال، الجلوب والشمس والقمر فوق العمود ده شو بيرمز؟ خليني أخذ استراحة وأسألكم بس. ويمثل بعين حرس أيضا كرسوم تصويرية. كمان المثلث فهد دلتا، كمان هي بتمثل الثلاث أساسيات بالألكيمياء. شو هن الثلاث أساسيات بالألكيمياء؟ حان بيعرف؟ هل لازم تعرفوها؟ هن الملح والسلفر والزئبق. الملح والسلفر والزئبق هؤلاء الأساسيات الثلاثة بالألكيمياء، لما تتعمقوا بالأقل بتعرفوها. وعندهم هن هؤلاء الشباب كمان عندهم طقس متقدم، يعني نحكي عنه درجة متقدمة كمان. شو عندهم؟ بحطوا هالثلاثة بس ما بحطوا زئبق. محل الزئبق شو بحطوا؟ بحطوا وعاء ذهبي فاضي وما بحطوا عليه أي اسم، بسموه الروح. يعني بيعتبروا مثل ما الزئبق بيتفاعل مع الامور انه الروح بتتفاعل مع الجسد. فعندهم طقس الكيمياء رمزي بيعملوه، بس المثلث مهم من هذا السبب. كمان يرمز الى يهوه، لانه يعني يهوه اسمه يعني مقطع الى ثلاثه. طيب راح صوتي يا زلمه، انا كان عم جعر على ميسه وهلق ساعه عم بحكي، ما نكمل الحلقه يعني.
طيب رح احاول انقل بسرعه شوي، وصلنا ساعه هنا. انا حتطلع وقت هذه يعني تاخذني شي 4 5 ساعات صراحه من الاول يعني. لا 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 لا، انا بخبرك اي صح، الدلتا للذكر، الدلتا المقلوبه للانثى، والنجمة المسدسة لليهود هي دليل شو الزواج، فهمت كيف؟ والدلتا مستعملة حتى للفور elements، والمربع كمان دليل لشو؟ للفور elements مثل الهواء والنار والأرض، شو سوري، الأرض والماء والهواء والنار. مثلا يعني النار هي الدلتا، كمان الدلتا مع الخط هي الهواء، وهيك وإلى ما هنالك. فتستعمل هذه الرموز كثيرا يعني بدرجات لاحقة على هذا النطاق، على هذا النطاق عشان نعرف نلفظ. طيب بس خلينا نرتاح شوي. الدرجة القادمة هاي درجة أنا أسميها علوم سياسية. فهنا ندخل بالموضوع شوي، يعني هي الاساس فيها انت بتكون ملتم يعني. بعد البلو لودج اول 3 درجات تقريبا نفس التشابتر يعني، نفس اللودج، انت بتكون ملتم، بس هالمره بيلفوا كالحبل تحت باطك وبتكون مشنشلها وماشي. والمعنى مع انه ربط ما بينك وبين الله وبين جماعتك الجديده، بين هون الناس الجدد اللي انت عرفت عليهم يعني صار لك سنه معهم بتكون. ولكن التأويل تبعه والدرس الأهم منها هو علوم سياسي واجتماع، إنه نحن كنا البشر إخوة، وفي قوة هائلة في البشر لكن لا يستفاد منها البشر، لهيك الحكام يستغلونهم وغيرها يعني. وألبرت بايك عنده تفسير لها، هذه تفسير ماركسي، تفسير ضد الرأسمالية وضد الإندستريالية بدك إياه يعني. مع إنه هو كارل ماركس اعتبر الماسونية مسؤولة عن الثورة الفرنسية والهجوم على الكنيسة المبرح يعني. طيب ومنلاقي هذا الحبل، وهي منلاقيها عند مين؟ عند الهندوس. الهندوس بيحطوا ببعض الطقوس 3 حبال، وال3 حبال دليل على شو؟ دليل على الثالوثة الهندوسة تبعهم أو الأم، واللي هو يعني الذي يظهر في براهما و ركوا شوي، براهما وفيشنو وشيفا. براهما الخالق، فيشنو الذي يحافظ على الخلق، وشيفا المدمرة. حتى يهوى باليهودية يسمى الشداي، والشداي هو المدمر. وحتى في نظرية انه يهوى نفسه هو شيفا. فهذه يعني ندخلها في حلقة تانية، بس على كل حال فمثل ما بتشوفوا بيكون رابط الحبل وكمان ملتم ونصه بالزلط يعني، ورافعين له على ركبته مثل كانوا لابس شورت. بس يعني هلا صار في نوع ما ابتعاد عن هذا الإذلال يعني. وعندك بالإسلام اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهون يستعملون الحبل هن بهذه الغاية على فكرة، بغاية تقصية يعني، غاية رمزية. حتى الصوفية عندهم طقس، كلهم صوفية بيحملوا الحبل وهن كلهم مربوطين مع بعض، فهي هذا الطقس نوعا ما قريب من هالأمور. فمثل كل طقس نصف عالي يكفله احد الاخوه ويقرا الميثاق على نفسه وهو على ركبتيه. هلك بالاولى بيكون مقدم ركبه، بالثاني بيقدم ركبه الاخرى، وبالثالث بيقدم ركبتين يعني، بالدرجه الاولى والثانيه والثالثه، هي الفرق. بس بينحني، وهالانحناء يعتبر اذلال. في الطقوس القادمه بنشوف في انتقاد لهذا الموضوع. طيب فالخلاصه هي الارتباط في الجماعه، قوة العمال في الوحدة، لأن أنتم بناؤون أحرار، أنتم بناؤون مع بعض. الارتباط في الله، والتأويل الأكبر منها أنه كل البشر مرتبطين، كلنا إخوة، والكون نفسه حي ومرتبط فينا، وليس هذا العالم الميكانيكي الساعة مثل الساعة، لا هو عالم حي ونحن أحياء فيه يعني. هذا طيب. فهي كانت الدرجة الثانية، ما راح أطول كتير لأنه بحكم الوقت. شوف بس في أسئلة.
اي صحيح، الروح والعقل والجسد. هلق هنا عندهم ثالوث ثاني الماسونيه، هي يعني طباعك الجيده او طباعك الظاهره وطباعك الباطنيه والانسان نفسه، والانسان عليه ان يعدل بين الاثنين ليكون دلتا صالح. كمان عندهم هذا التاويل. صحيح. طيب هلق ندخل للدرجة الثالثة، وهي من أهم الدرجات والبعض يعتبرها الأخيرة يعني، والبعض ما بيكمل من بعد، وهي الماستر ميسون. وهي أنت فيها بتمثل أنه دور حرام، يعني أنت دور حرام أبي أو خرام، أنت دوره وأنت تعرضت للاغتيال. واللي بيصير بس لو وضحتش علي، وصار مع حرام. هلق في مقولتين في قصتين بس تقريبا، يعني انه هو كان احد المهندسين المتميزين في يعني وقتها، كانوا عم يشتغلوا على معبد سليمان. بس كان هو واخرون عندهم باسورد معين بخليهم يقبضوا رتبة اعلى من المهندسين الباقيين. ففي ناس طمعا يعني بهذا الامر، هو كان طالع عملوا له كمين، وارادوا منه ان ياخذوا الباسورد هذا لهن فيهم يعني ياخذوا مصاري اكثر، مع انه هن لا يستحقون، منهم مهندسين بارعين مثلهم. فهو رفض يعطيهم سرهم. هن بهذا الطقس بيجوا بيضربوك، يعني انت بتكون حرام وبتكره قتله يعني. فأول شيء بيضربوه 3 مرات. هلا في بعض مش معروف وين ضربوه، يعني في بعض التفاسير بيقول لك ضربوه 3 مرات على راسه، وبعض التفاسير بيقول لك ضربوه مره بحلقه ليحكي ما ليبقى ما بقى، رجعوا ضربوه بدينته محل ما سمع السر ما قال شيء، رجعوا ضربوه على راسه بالتالت ضربه على راسه مات. واكيد كل محل ضرب له تأويل. وحتى يفسر الثلاثة على إن على هم ظلموا المسيح، على لنذكر الأسامي، على يهوذا البيع المسيح، على بيلاطس اللي تآمر على المسيح، وعلى هذا الخاخام اليهودي جرب يقتل المسيح خطط لقتله نسيت اسمه. فبيؤول كمان هالثلاثة على هذا الأمر. فهني قتلوه، كان الصبح بلش يطلع تلبكوا بجثته لحرام. فشو بدهم يعملوا؟ راحوا بلا يعني ما دفنوا مزبوط، راحوا في مثل بحص، وبهالطقس يعني بهالطقس ما بيدفنوك، بس بتوقع مثلا بتوقع بيكونوا هن مثل ماسكين مثل شغله لتوقع عليها يعني، وبيعملوا حلو انه كانوا دفنوك وانت مت يعني. بس بالقصه الحقيقيه حرام بيدفنوه تحت بحص، وليتذكروا وين دفنوه ليرجعوا يدفنوه مرة تانية يعني. هني قتلوه كذا شخص، بحطوا مثل غصن من شتلة الأكاسيا، وهي مثل شتلة ورد بس مشوكة، وهل بيصير يعني. فأنت بيعدوا الطقس معك يعني، ولا تتعلم يعني قصة حرام اللي هي قصة أساسية. وهلق نشوف يعني هلق درجات القادمة هي كلها مبنية على شو؟ مش كلها يعني درجات كم درجة القادمة بعد من هاي مبنية على شو؟ على تصرفات الملك سليمان الحكيم بعد ما قتلوا له حرام، على قصص دينية يعني، وعلى تأويلات لها والدروس لها، حتى الدرجة الرابعة والخامسة مراسم عزاء على حرام. طيب هلق نفوت فيهم. فإعادة تمثيل جريمة قتل حرام، تعمق في الأديان القديمة والقيامة، هاي ما أنا ما حكيت فيها هلق بحكي فيها، وتعمق في علم الأرقام والكبالة اللي بيصير كمان جزء من هذا الدرجة اللي أنت بتكتسبها يعني. طيب كما ذكرت بتضرب. طيب هلا كاسة. طيب هالقصة بشو بتذكركم؟ لك أنا مش عم فرجيكم السلايدات خير. طيب بس أفرجيكم السلايدات. هالقصة بشو بتذكركم؟ بتذكركم بمقتل أوسايرس، وقت تايفون بيقتلوا لأوسايرس. أوسايرس هو العبارة عن الشمس،
تايفون بيقتل اوسايرس، اوسايرس يعني بيقطعوا قطع وبيكبوا بالنهر. اخته لاوسايرس او الهه القمر ايسس، ايسس بتصير تفتش على اوسايرس، ما بتلاقي له بيضاته عضاءه التناسليه، فبتحط له خشب محلهم، بس بتلاقي له 13 قطعه التانيين بترجع بتركبه. وهو هذا رمز شو بالديانه المصريه؟ هو رمز الشمس، لما تغيب الشمس تقع بالبحر ولما وتتقسم بالبحر يعني، لما ترجع تطلع الشمس جديده مشرقه في الصباح، يعني شروق وغياب الشمس. فكمان بقصه ايسس حتى نجد انه هي توجد قطعه من اوسايرس بيكون حدها كمان شتله فيها ورد ثورن بوش، فيمكن تكون اكاسيا، يمكن تكون شيء ثاني، بس هاي القصه متواجده نراها في الديانه المصريه القديمه. القصه صارت مع حرام، يعني مقتل حرام على الاقل، مش القصه نفسها. طيب وقصته الناس بيربطوها مع قصص ثانيه لمهندسين ثانيين قتلوا من حكام وغيرها يعني. طيب فهنا وحتى البرت بايك بيقول لك اسم حرام هو اسم زائف، يعني حرام، حرام ابف او حرام ابي، ابي منا عائله مزبوطه. ففي هناك، فهو الارجح انه هو شخصيه وهميه مختلقه، لكن بتاويل اسمه، تاويل اسم حرام هو من خرام من الشمس او خرم. وبقول لك حتى اسم هيرمس، هرمس الهرامسه، كمان من نفس هذا الاصل. هو كلهم، كل اساميهم تعني ابن النور او تعني الوسيط، فهذا مهم. هو كانوا عم بيشبهوا حرام بالمسيح، او معقول يكون حرام ابي هو دليل على المسيح، يسوع المسيح من وجهه نظر المسيحيه. وعندما كما تحدثنا الروح، الروح هي الابيض، الاسود هو يعني الموت. بس ليش الروح هي الأبيض؟ ليش اقتران الروح بالنور؟ عم نحكي نحن عن آلهة نور، عم نحكي إنه حرام هو الشمس. فإذا وسيط الله أو كلمة الله الذي خلق العالم هو النور، فهناك الروح بتكون هي النور. فه يعني انبثاق الأرواح من هذا التأويل، ففي تأويل إنه الروح هي النور، هي الضوء، هاي معناها. الذي تعطي الحياة بالأديان القديمة هي الشمس، هي أحد التأويل. مثلا كمان عندك بهالدرجة بتاخده عن مقترح أقليدس 47، وهو مقترح أقليدس هو يعني هو البيثاغورس ثيرم، نحن بننسبها لبيثاغور اللي أنت تعلمتها بالمدرسة، هي أساسا هي لأقليدس. فحتى طريقة استخراج الرايت تراينجل، هذا المثلث، في عليه تأويل وخصو بالروحانية وبالفلسفة، وكيف أنت تكون رايت ترانجل جيدة وغيرها يعني. بس بتدرس هذا الرمز بهذا الإطار الفلسفي الروحي، مش ما بتدرس الماث يعني تبع إقليدس يعني، بس بتدرس إذا بدكم التأويل إلى أو رمزيتها كإلك، كأنت كماستر ميسن، أنت صرت يعني أنت صرت أستاذ في هذا المجال. طيب وعندك رموز تانية يعني، هون إذا بتشوفوا اسم الله، يعني اسم الله يهوه بيرمز ل 72 لما يصنف في مثلث، وهذا تراه حتى بالكابالا وغيرها. ف يعني هون التتراكايتس، حتى هذا النموذج اللي شايفينه المثلثات، في بعض كتب التأويل الماسونية بتقول لك هذا يعني أهم صورة وأهم نموذج، وفي علامات كثيرة بقول لك إنه في العوالم الأربعة تبع الكبالة، وفي تقسيم الثلاثة تبع معبد سليمان، وفي ما بعرف شو، وفي المثلثات بتعني الفور إليمنتس، النار والأرض والماي والجو. فيعني في تأويل حوالي ما راح أدخل فيه يعني، أنا ما عندي وقت، بس تأويل روحاني أكثر ما هو ماثماتكس يعني. أنا ما شفت عن مثلا قالوا عن أسرار هندسية لهذه الأشكال، لا، بس حكوا عن سحرها بمجال الرياضيات والفلسفة. طيب وعندك مثلا بتصير تتعمق شوي بأسرار الكبالة بالدرجة الثالثة، مثلا هون كلمة الله أنا حطيت لكم إياها 72، وهو 72 رقم مميز بيحكوا عنه هني الماسونيين بدرجة لاحقة.
عندك مثلا هون اسم الله مجددا، اذا بتحط الحروف فوق بعضها بيعطوك شكل انسان، واسم يسوع يشوى بتحطه فوق بعض بيعطيك انسان عنده ولد ببطنه او تاج ملكي. فكبالة مش بس ارقام وعلم ارقام، كمان فيها اخذ اشكال الحروف، ويعني بيعتبروا الكبالة انه الحروف اللغة اليهودية القديمة هن كانوا اساسا لغة كهنوتية موجودة في مصر القديمة لا يعرفها الا نخبة من رجال الدين، وفيها اشكال واسرار العالم، يعني بيعتبروها لغة مقدسة. فانت بهالدرجه الثالثه بتتعمق شوي بالكبالة وبالرسمات وهيك، وبدرجات اللاحقه كمان في تعمق اكثر بفلسفه الكبالة والعوالم وغيرها. فهذا يعني اختصار، هذا كمان انا بيانت حكيت كثير يعني، بس انا حكيت قليل يعني. الدرجه الثالثه هي اوسع من هيك بكثير يعني، فيها تعمق في اديان اكثر قديمه، تعمق بالشمس، بس في درجات لاحقه رح تذكر نفس الموضوع، فانا رح احكي عن هذا الموضوع في درجات اللاحقه يعني، بس عم جرب اختصر بالوقت. بس اما المقترح اكليدس والرياضيات فيها انا ما وجدت فيه يعني هالشيء الملفت يعني، حسيت يعني هنا عم بيزدوها شوي يعني، ما رايت اي. هي يمكن الرايت ترانجل بالهندسه هي تعطيك المتانه والمكانه، لهيك هي مهمه يعني بالاساسات وغيرها. بس هنا القراءات اللي انا قريتها جربوا يعطوها معنى روحي، وما كثير انا استوعبته يعني، بس على كل حال عرضته لكم. وانتوا فيكم، انا ما بعطيكم يعني كل المعلومات، انتوا انا بس عم شغلكم فضولكم، انتوا عليكم ان تقوموا في الباقي. طيب كان ارتاح شوي راح صوتي. تحياتي لك صبحي حبيبي. فإذا تحياتي سيستم، إذا عندكم أي سؤال على اللي قلته يعني، خلصنا الدرجات الأولى للثلاثة الأساسيات. هلا بالرابعة بيرجع بقول لك هول درجات بلا طعم. فعلا بالرابعة في نقد ذاتي بقول لك الدرجات هول الثلاثة بلا طعم، تشعبوا كثير وصار في كثير مجال يسألون ما عاد لهم قيمة، نحن ما نتعمق هلا بأشياء أخرى يعني. بس كان اول كم درجه بتلحق ما صار يعني، ما بعد مقتل حرام واللي صار بعدين بنفوت بدرجات تسمى درجات الفلسفيه اللي بيدخل فيها الروسكوا وغيره، بعدين بالاخر درجات التاريخيه والفلسفيه، يعني بصير هالتشعب بهذا النوع. يعني بس بتختلف القراءات، في حال بقول لك الثلاثة كثير مهمين، في قراءات بتقول لا الثلاثة كثير تشعبوا وفقدوا قيمتهم وأساسهم يعني، كثير صار فيهم رموز وفزلكة وحكي طالع نازل، يعني فقدت الجوهرية بالموضوع. صرنا بأربعة، عندنا 33. هلا انا تعبت شوي اليوم لانه استعملت صوتي، يمكن نعمل اجزاء اخرى، بس ايه هنا في كتير سلايدز يعني، بس خلصنا الثلاثة الاساسيات اليوم. ما اعرف اذا بحكي عن الرابعة بعد، الرابعة والخامسة والسادسة وبننهي، ما بعرف. شو بدكم؟ لا انا برايي ننهي على الخامسه، الرابعه والخامسه بيشبهوا بعض شوي ومقصار، بس نرجع تاني نهار نبلش بالسادسه. لانه هذيك درجات القادمين مش رح نطول فيهم هالقد، في كم درجه بس، في درجه فلسفيه كبيره ما نحكي فيها، بس انا شوي
انا كنت حاطط براسي اعملها 4 5 ساعات، بس ما مش حاطط براسي انه بده يفوتني كلاميسا عند عرفي ويروح صوتي يعني. مش حاطط له، مش ما كانش عامل له حساب يعني، كيف نص ساعه بعيد على ميسا ورجعت جيت عملتها لك ساعه وربع. تحياتي لكم جميعا. طيب الدرجة الرابعة هي ما بعد مقتل حرام. يعني فخلينا ندخل فيها شوي. اوكي بتفرجيكم شغلة. انا فاجأتكم خلال اللي لبس عليها هالأحرف. هالأحرف فيها حرام تايرن، حرام تايرن ويدو سان سندث تو كينج سولومون. يعني حرام ابن أرملة سور يبعث هذه الرسالة يعني إلى الملك سليمان الحكيم. طيب وهذه أنا كفرجيتكم، يمكن نرجع من فرجية يمكن ما بينت، ما بعرف. هاي موجودة عندي على القلادة. هلا في القلادة عليها أشياء تانية بس نحكي عنها بالدرجات القادمة يعني. بس إذا شايفينها عليها هالأحرف، هو هذا الأحرف. هم ختم حرام. بس الأهم شيء بهذا الطقس اللي بيصير إنه بيحملوك حجرة ثقيلة عليها هالحروف، بصير أنت تروح بتروح من واحد لواحد، وكل واحد بخبرك هو شو دوره ب بناء معبد سليمان، هو شو دوره الآخر. هي فيها نوع من الإذلال يعني. أنت بتكون أنت انتبه على هالفكرة يعني. أنت خالص الدرجات الثلاثة وصرت ماستر يعني، صرت أستاذ، بالدرجة الرابعة بحملوك حجر وبصير تروح عند هي وعند هي. يعني هي من دروسها التواضع يعني، بس فيها إذلال اللي هن بينتقدوه بيرجعوا ب كما قلت بلوجيات تانية يعني. دخلك أنا مش مبينين تعليقات عندي على السكرين. أنا مش مطلعهم. أنا مبين صورتي الآن. أوكي طيب. فالدرس الأهم هو التواضع وتطبيق القانون. هي اللودج بيكون مراسم حداد يعني، شموع ومحارم وبرادي سوداء عليها دموع فضية، مثل مأتم عزاء لحرام. حتى بالدرجة الخامسة يكمل هذا المأتم. وكما قلت الطقس الأساسي تحمل حجر ثقيل وتنتقل من مكان لمكان آخر. كل واحد بيخبرك أنا بالمعبد عملت هيك وعملت هيك. وبهذا الطقس ما بيكون في أدوات. وبالطقس القادم ما في شيء اسمه أدوات غير الحجر اللي حملها يعني. ما في مطرقة أو إزميل أو كومباس أو مسطرة أو حيلا شيء. أوكي طيب. وفي نقص ذاتي للدرجات السابقة، إنه درجات تشعبت كثيرا وكثير ناس أخذوها ففقدت معناها الحقيقي. يجب التعمق أكثر لاستخراج الزبدة أو استخراج الحقائق الماسونية يعني. هاي الدرجة الرابعة. الدرجة الخامسة يعني بيكون في كفن، وكمان هي مأتم لحرام، بيكون تقريبا نفس اللوج، نفس برادي سوداء عليها دموع فضية. ولكن هذه فيها أكثر نوعا ما مراجعة الحياة نفسها يعني. بقول لك العمر يمر في ومضة يعني، وكل وقت أنت بتنام وقت ضائع. أنت بكرة، أنا هلك مثلا عمري 28، بس بكرة دغري بنطة عصفور بصير عمري 70 سنة وبندم، بقول يا ريت ما عملت وما عملت. كون أنا مش عامل شيء، كون أنا معظم نهاراتي عم بنام شغل ونوم مثلا. فبقول لك الحياة بتمرق بسرعة، فيجب أن تستغلها. هذا المعنى الحقيقي منها، من هذا الطقس. وفي كمان في يعني إنه بيستذكروا حرام، قديش إنه حرام ما كان ينام الليالي وكان يضل يشتغل ويضل مثابر ويضل عنده أفكار وكل هالأشياء. فيها تقدير لجهود حرام في يعني عمليات بناء معبد سليمان، إن هو قتل وكان المعبد يبنى. فالدرس الأهم هو كما قلت يعني الإنتاجية وتفادي الكسل، ويعني ويكون عندك وعي إنه الأيام تخلص بسرعة فيجب أن تستغلها يعني. وبما كما ذكرت مراسم حداد، وبهذا الطقس بيكون في بقعة دام وبيكون في مسرح الجريمة. يعني مسرح الجريمة تبع حرام بيكونوا فرجينك كيف، فرجينك وين قتل، فرجينك بقعة دام. بس بعدنا عم نبكي على حرام يعني. وهذا الدرجة السادسة ما نحكي عنها بكرة هي قصة جوبرت، اللي هو بيتنصت على الملك حرام والملك سليمان. ويمكن الأمبلم تبع رمز العين جاي من هذه القصة. هاي بنحكي فيه غدا، وأنا حضرت كل السلايدات يعني، بس ما راح أقدر اليوم
تعب صوت كتير يعني، ما راح اقدر اليوم لكم كم وحده يعني بعد فيه. علق هذا يعني، وهذا درجة الدروز، حيوا الدروز يخبروني الدروز درجة ال 22 ونحكي عنها كمان تفاصيلها. وهاي درجة ال 25 كمان يخبروني الدروز، هودي الدروز قنوات بسويدا وأهم درجة أقول لكم إياها إيه، هايدي درجة 28، هاي أهم درجة، هاي أهم وحدة درجة فيها رد على الإلحاد كمان، هاي أهم درجة فيها تعمق بالأديان وما بعرف شو، هاي أهم وحدة، وتعمق بالأديان الوثنية وغيرها، ودفاع حتى عن الديانات الوثنية. وفي 31 مثل هذه درجة رتبة، ما كتير فيها كتير شيء يعني، هاي عن فلسفة الأخلاق والحكم وهيك. و32 فيها اختصار لكل شيء وتعمق كمان كبير. والدرس الأهم تباعين في الإنسان بنحكي فيهم يعني لاحقا. والدرجة الثالثة 33 هي بس فخرية، ما فيها حتى طقس، فيها بس احتفال. طيب فهي يعني ما هذا، أنا ما خلصت يعني. النهار الثاني ما نحكي عن نبلش بالدرجة السادسة، خلصنا اليوم 5 درجات، الثلاثة الأساسيات بياخذوا وقت كثير خلصناهم، وديك يعني راح نخلصهم بسرعة أكثر يعني. بس لحظة إيه. فنحن وقفنا اليوم هون، فهيك يا أحباب ما راح أطول عليكم، راح آخذ مداخلات لأنه ناقشنا مواضيع الاسم شوي، من بناخذ مداخلات، وإذا عندكم أسئلة بس هيك، أسئلة مثلا بالعام عن، أو أسئلة بال يعني، خلينا نبلش بأسئلة عن الحلقة وبعدين صار في حوار مفتوح عادي، بس خلينا نسأل عن الحلقة إذا عندكم استفسارات أو شيء هيك. بس اليوم ما راح أقدر أخلص يعني، أنا كنت حاطط ضلني 5 ساعات بس صوتي راح. طيب ما بعرف إذا راح يبين، قولوا لي إذا باين اللينك عندكم، واللي عنده استفسار يطلع. آخ لكن هذه بنسميها الجزء الأول، نعمل جزء آخر. ايوه، حتى في شغله نسيت اذكرها، هلق عم بتذكر بالرموز، وهي متعلقه باللي عم يذكره الحروف صبحي، الحروف صبحي يعني ختم حرام، لما بعت رساله الى الملك سليمان، حرام المهندس قال له يعني ختم الرساله، رساله من حرام ابن ارمله صور، هي طاير، هي يعني هي بلبنان، الى الملك سليمان الحكيم. اما انا في حروف نسيت احكي عنهم، هن من الرموز كمان، مثلا عندهم تركيز بالماسونيه على الاي اي او، وعلى فكره في باليونانيه الله بسموه اي اي اوميجا، الماسونيه بسموه اي اي او، عندهم مسمى اي اي او. وشو معناته؟ موجود عند الصوفية على فكرة، شو معناته مثلا هو؟ الآي هو رمز الخط، الآي هو رمز الكومباس، والأو هو الدائرة. بس الصوفية عندهم يعني إذا شافك وشك فيك إنه أنت تكون صوفي، شو إجاني؟ أوكي، شك فيك تكون صوفي، شو بيعمل لك؟ بيعمل لك بإصبعه آي، هيك يقف بيعمل لك بإصبعه آي، فانت بتعمل له ايه انت صوفي، هو بيعمل لك او يعني اوكي. وهنا الباسوردات والكلمات السريه، في رابط بين الماسونيه والصوفيه بهذا الموضوع، الصوفيه عندهم نفس هذا السيستم، سيستم الباسوردات. دروز كان عندهم باسوردات بس بطلوا يستعملون، انه ايام زمان الدروز ما كان يعرف الدرز بسهوله، اليوم صار عندنا لهجه موحده بنحكي بالقاف وهيك، صار نعرف من هذا الدرز. ايام زمان لا، كان عندهم الباسورد بيقول لك الدرزي اين يزرع حب الهليج، وهو مثل شتله هنديه، بيقول لك اين يزرع الحب الهليج في بلادكم،
قلت له انت يزرع في القلوب، يعني هي معناتها انه خلوا ايمانكم في قلوبكم وما تفشوه على العلن. فهذا يعني الموضوع. بين شي اللينك شباب، هاي بين اللينك. بس نحن ما تعمقنا كثير بعد بالفلسفه وبالاديان القديمه بدرجات اللاحقه، راح راح نتعمق كمان في القصص. انا ذكرت قصه ادريس اينوك والتو كولومز، بس ما قصه يعني نحن انا قلت لكم عن قدس الاقداس، بس ادريس كان عنده معبد تحت الارض 8 غرف و9 غرفه، شوفي في اسم الله، اسم الله الحقيقي الذي لو عرفته صار عندك قوة بالعالم. يعني هو النافب بالنيم، الاسم المحجوب لله. فكمان ما نحكي بالدرجات المتقدمة عن بحث الماسونية عن الاسم المحجوب لله وما هو. يعني في أكيد تشعبات ونظريات مختلفة عن هذا الأمر. ايه مزبوط. بس ثقافة الباسورد اختفت نوعا ما، لأنه يعني صاروا الناس صاروا الدروز مثلا عشان بيصنعوا الباسورد، صاروا بيعرفوك يعني، يعني من لهجتك ببين انت درزي أو لا. بس أيام زمان كان في باسوردات عند الكل يعني. لا يعني طيب شو، ما حدش حابب يطلع؟ لا يا فهد، طيب انا كنت بدي ناخذ شوي الموضوع السياسي كمان، نسيت يعني حرق النظريات المؤامره تبع الثوره الفرنسيه، انه الماسونيه هي عملت الثوره الفرنسيه انتقاما من الكنيسه، الكنيسه كانت تضطهد حراس المعبد الماسونيه بتوصل اصولها لهم. يعني حتى في الطقوس القادمه بتشوف بيتقص عن تاريخ التمبلرز، تاريخ حراس المعبد، بيقولوا لك ان ما انتهوا بسنه 1315 كما يزعم، لكن ظلوا موجودين كمنظمات سرية بعدها، وهي المنظمات بعدين صارت الماسونية. هاي أحد هاي تفكير تيموثي هوجن وألبرت بايك وغيرهم.